تصعيد جديد تشهده مناطق متفرقة من شمال غربي سوريا بين قوات الحكومة السورية والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي، وسط استقدام الأخير المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة. بلدات بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي كفليفل والفطيرة وسفوهن وبنين شهدت قصفا مدفعيا مكثفا لقوات الحكومة المتمركزة في سراقب، بالتزامن مع تحليق للطيران الروسي المسير في سماء المنطقة دون معلومات عن خسائر بشرية بحسب مصادر محلية من المنطقة. محيط بلدة كبيني بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي وقليدين بسهل الغاب بريف حما الشمالي الشرقي تعرض أيضا لقصف مدفعي من قبل قوات الحكومة، أعقبته اشتباكات بالرشاشات الثقيلة في جبل الأكراد بين قوات الحكومة وهيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السورية لتنظيم القاعدة، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. في الأثناء استخدم الاحتلال التركي تعزيزات عسكرية جديدة ضمت 40 آلية ما بين دبابات وناقلات جند وراجمات صواريخ، دخلت إلى قواعده في بلدة المصطومة بريف إدلب الجنوبي ليتم توزيعها على نقاطه العسكرية المنتشرة في المنطقة. وكان الاحتلال التركي قد استقدم عشرات الآليات والمعدات العسكرية واللوجستية إلى المنطقة عبر معبر باب الهوى الحدودي بريف إدلب الشمالي في الثاني من نيسان أبريل الجاري.